في زمن كورونا الطب ليس مهنة بل كفاحا، حيث يخوض الأطباء حربا مستمرة للقضاء على وباء كورونا، مضحين بأرواحهم يواجهون الموت لإنقاذ مرضى كورونا. تعب وقلق وخوف من المستقبل يظهر على وجوه الكوادر الطبية مناشدين المواطنين بالالتزام بقواعد السلامة الصحية. احنا تعبنا وحنستمر بالتعب وحنستمر بالعطاء، ان شاء الله ما راح نقصر ولا راح نقول توقفنا عن العمل، بس يا ريت المواطن ياخذ دوره الصحيح اللي هو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، الالتزام بلبس الكمامه، الالتزام بشروط النظافه. احجر نفسي بالبيت ما اطلع. فانا انصح الناس انه التجمعات انه يبتعدون عليها قدر الامكان، وهاي الزحمه ما الزحمه ويقولون انه ماكو مرض او من هالحكي هذا، يبتعدون عنها قدر الامكان. ما أعرف يعني شلون أوصفهم ذول الناس اللي يقولون إنه ما كورونا، بالعكس يعني هذا قمة التخلف والجهل يعني. يعني والدليل إنه ردهات الفوق وردهات الأرسيو يعني ممتلئة كلش، وحتى إذا نخطط إنه نفتح بعد يعني أسرة يعني جديدة لأنه الأعداد كلش كبيرة وما تكفي يعني. برفقة الجيش الأبيض دخلت كاميرا الفلوجة إلى ردهات المصابين بكورونا داخل مستشفى الفرات. هذه الردهات امتلأت بأعداد المصابين، واللافت للنظر أن أغلب المصابين تسببوا بنقل العدوى إلى ذويهم أيضا. أنا بالنسبة لي من المحمودية انصبت أول يوم العيد، أعراض قوية، رحت للمستشفى قلت لهم يابا أعراض عندي قوية، سووا لي مسحة، قالوا لا نسوي لك أشعة وتحليل وبعدين يلا ناخذ لك مسحة. زوجت بنفس اليوم وياي سووا لها مسحة، يعني طلع عندها بالأشعة شوية بصدرها، طلعت عندها إصابة وراء 4-5 أيام يلا طلعت الإصابة. من طلعت الإصابة بزوجتي جوي للبيت سوينا مسحة كنا، فطلعت أنا مصاب وأختي وياي بالبيت مصابة، والباقين الحمد لله كلهم ما عندهم شيء. أنا رجل عسكري والتدري تجينا وحدات وتروح وحدات، فانصبت وانصابت عائلتي، هم عائلتي هسه محجورة بالبيت وأنا هنا موجود. من هذا المكان أدعو الأخوة المواطنين يعني الموجودين أنه لا حقيقة أنه لا يستهزئ بالموضوع. أنا ألاحظ بالشارع يعني كثير من الناس يعني يستهزئ في الموضوع كأنما هنالك هذه الحالة ما موجودة. لا عمي، هذه حالة موجودة ومؤكدة، وأنا من نوع أنا اللي انصبت بها، يعني واحد من اللي انصابوا بهذا المرض. العاصمة بغداد على موعد يعلن فيه خروجها عن السيطرة قريباً، وما تزال شرائح واسعة فيها لا سيما مناطقها الشرقية لا تكترث بخطر الفيروس وتتعامل معه باستهزاء، استهانة قد تجعل الأجهزة الطبية بحسب متخصصين غير قادرة في المرحلة المقبلة على إدراك الأزمة. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.